ابن مستمعي راديو دبنجا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من العداله الانتقاليه. وفي هذه الحلقه نستضيف الاستاذ الصادق محمد مختار، عضو وفد التفاوض عن اصحاب المصلحه في مسار دارفور. اهلا وسهلا بك استاذ الصادق في راديو دبنجا. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في أهالينا في السودان وخارج السودان في مخيمات اللجوء والنزوء والقرى والبواجي. الصادق كده تحدث لنا عن رؤية وفهم أهل المصلحة لقضية التعويدات وجبر الضرر وكيفية تحقيق ذلك على الأرض الواقع. مرحبا بالمستمعين الكرام، وإحنا بنتكلم عن ملف التعويضات وجبر الضرر، وهذه الملف تم التوافق عليه من أهل السودان والنازحين واللاجئين في مقرمرات الداخل، وكانت واحدة من القضايا الشاغلة التي تحدثنا عنها في جوبا، وتوصلنا على أن يتم تعويض كل المتضررين في دارفور نتيجة النزاعات بشكل فردي وجماعي دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو القبيلة أو الدين أو انتماء حزبي أو الموضع الجغرافي أو كنازح سابق أو لاجئ. وعلى هذا الأساس تحدث الورقة الخاصة بالتعويضات ورد الحقوق في أن يتم حصر أولا كل الأضرار التي لاحقت به النازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب، لا سيما الممتلكات المفقودة وسبل كسب العيش المفقودة أيضا في حالات النزاع، وكذلك الحالات التي حدثت فيها الوفاة في بين الأسر والإصابات الشخصية، وكانت هذه الإصابات هي إصابات بدنية أو نفسية، كلها نتجت أثناء النزاع في دارفور. وبالتالي على هؤلاء الأفراد الحق في أنهم يستردوا ممتلكاتهم أو يعوضوا عن الممتلكات المفقودة أو التي صادرتها ميليشيات النظام السابق والحكومة السابقة نتيجة للنزاع في دارفور. هذه التعويضات طبعا هي جزء منها تعويضات فردية، هي التعويضات المتعلقة بالممتلكات الفردية. هنالك أيضا التعويضات الجماعية التي تتعلق بمسألة التنمية وإعادة الإعمار والممتلكات الجماعية مثل القرى والمزارع والحواكم. هذه التعويضات بمختلف أنواعها طبعا هنالك آليات كثيرة تعمل كلها مع بعض في رد هذه الحقوق، إذا كانت حقوق قانونية أو حقوق تتعلق بالأرض والحواكير أو تتعلق بالمفقودات أثناء الحرب أو أثناء النزاع في هذه المناطق، وبالتالي لا تلغي الدعاوى والشكاوى المرتبطة بالتعويضات الفردية عن الدعاوى المرتبطة بالتعويضات الجماعية، فهي جميعا تعمل في نفس الاتجاه. وبالتالي الناس المتضررين ممكن يردوا المساكن حقتهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم اللي فقدوها بطريقة غير قانونية، أو الأضرار اللي بيكون لاحقت بهم هم في أنفسهم أو في الأراضي دي أو التدمير الجزئي أو غيره، كل هذه الأمور بتتم تعويض الناس عنها. نحن عشان نعوض النازل عملنا حاجة اسمها صندوق التعويضات وجبر الضرر. هذا الصندوق طبعا هو اللي بيمول كل الأمور المتعلقة بالتعويضات، وبتقوم تعالج مسألة جدولة التعويضات دي وبتشوف الأولويات فيها، وبالتالي عندها الهيكل الخاص بها اللي مفروض بعد اتفاق السلام يتم إنشاء هذا الصندوق عشان ما تقوم تمول كل التعويضات الخاصة بالأرض اللي هي بتجي من مفوضية الأراضي والبتجي من مفوضية النازحين واللاجئين والبتجي من مفوضية إعادة الإعمار وإعادة التنمية والمفوضيات المختلفة والآليات المختلفة اللي هي بتعمل في اتجاه إنه تعود الناس الأشياء اللي فقدوها والأشياء الأساسا موجودة برضو ترد عبر المحاكم وعبر القانون لأصحابها الأصليين. هذه المفوضيات برضو بيكون فيها الشفافية
وسهوله بتاعه الوصول، وعشان الناس برضو يكونوا عارفين انه هم الطريقه الممكن يمشوا يجيبوا حقاتهم ويجيبوا حقهم. ده لازم يكون في توعيه خاصه لكل الناس المتضررين بدارفور بغض النظر عن جنسهم او لونهم او المكان اللي هم قاعدين فيه، عشان يقدروا يمشوا طوال يباشروا في عمليه بتاعت الدعاوى واسترداد الحقوق. لازم يكون في توعيه في هذا الامر، وبرضه يكون في سند قانوني عشان الناس يقدروا يمشوا في اتجاه انه يستردوا هذه الحقوق. في المساله بتاعت الشهادات ومساله اثبات الحقوق وكده برضه الناس خدوه لها حاجات كثيره جدا، انه اي وثيقه معمول بها او الشهادات التقليديه والمحليه، وبرضه اذا كان في شهود للمفقودات دي او اي مستندات ممكن تثبت، بالتالي هذه المستندات بتصبح مستندات رسميه، وبتتعامل معها المفوضيات والآليات تفصيلها اللي ممكن ترجع للناس حقهم. في هذا الإطار برضو نحن خدتنا مبلغ بتدخل فيها جزء منها التعويضات وجزء بتدخل فيه مسألة بتاعت التنمية والإعمار، وهي مسألة بتاعت 750 مليون دولار تمشي لصندوق تنمية وإعمار دارفور، ومن هذا الصندوق تمول صندوق التعويضات وجبر الضرر اللي هي بتدفع للمفوضيات وللمحكمة الخاصة بالأراضي والآليات الأخرى اللي هي كلها مع بعض بتعمل في عملية تعويض وجبر الضرر اللي ممكن يصلح حق الناس ويرجي حقهم خلال هذه الفترة الطويلة وكده. التعويض برضو طبعا ما كلها بتتم بفترة واحدة، وكمان بيتم على الناس كلهم في نفس الوقت، بيتم جدولة الدفعات بتاعت التعويضات دي بسرعة كبيرة جدا، لكن بيكون في أسس ومبادئ المالية اللي بتعمل بها الآليات دي بتحطوها على أساس إنه برضه ما يكون في أي ضرر ولا يكون في أي خسارة لأي طرف من الأطراف، لا سيما برضه النساء والرجال والأطفال والناس اللي عندهم الاحتياجات الخاصة وكده. لما نيجي مثلا على الدفعات دي لازم تكون في تساوي ويكون في مراعاة لهذه الأمور وكده. فالصندوق برضو عنده القدرة في إنه ياخد تمويل من جهات أخرى إذا كان المساعدات الإنسانية والمنظمات الوطنية والإقليمية هي برضو إذا كان عندها القدرة ودايرة تشتغل في إنه تساعد الناس، ممكن تدفع الأموال دي عبر الصندوق. مسألة التعويضات أيضا هي مسألة ما مكفولة ولا عند شخص زمني قريب فيها، بتشتغل لمدة بتاعة 10 سنوات. خلال هذه ال10 سنوات أي مواطن في دارفور اتضرر خلال سنين الحرب، إذا كان بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة، عنده الحق إنه يمشي للآليات المختصة وبالتالي يطالب بهذا التعويض، وعندما يثبت هذا التعويض ياخذ هذه المستندات ويمشي لصندوق التعويضات، ومن خلاله يتم تعويضه تعويض مجزي اذا كان هذا التعويض تعويض فردي او تعويض جماعي. وبالتالي برضه شكل التعويضات اللي بتمشي للنادي هي ممكن تكون في شكل نقد مادي، يدي الزول قروش وبالتالي مقابل الحاجة اللي فقدوه أو كده، أو يرجعوا له الحاجة اللي هو فقدها إذا كانت موجودة وظاهرة، وإذا كان شالها زول تاني يشيلوه يرجعوا له، أو شال الدولة سيطرة بشكل أو آخر برضو يرد لصاحبه، أو الناس اللي اتعرضوا للانتهاكات القديمة والناجيات من الاغتصاب وكده، دول بيحتاجوا برضو للتأهيل الطبي والنفسي، وده برضو بيعتبر واحد من الطرق بتاعت التعويضات للضحايا وهكذا. برضو في المسألة بتاعت المساعدات القانونية والخدمات الاجتماعية، كل هذه تصب في مسألة التعويضات. برضو جزء من التعويضات الجماعية بيكون في يعني مساحات عامة وفي نصب تذكارية وغيرها للناس في المناطق اللي بيعودوا فيها، على أساس إنه يحسوا بأنه هم أعادوا ما فقدوه خلال سنين الحرب، أو أي نوع من أنواع التعويضات ممكن المفوضية بتاعة التعويضات والصندوق يخروه في أثناء عملية تعويض الناس بالأموال والمساعدات
الاشياء اللي ممكن يعوضوا فيه. برضو الصندوق اللي احنا عملناه ده عشان يعوض الناس، هو طبعا لازم يكون في تنسيق بينها والمفوضيات اللي ممكن الناس تنشئها عشان تعمل كل هذه الأجهزة في حالة تناسق، والمواطن برضو ما يتعب كثير في إنه والله مشى محكمة الأراضي وعدوه وبعد كده جاء المفوضية بتاع التعويضات وقال لي لا الموضوع ده ما كده، فبيبقى دائما في تنسيق وفي ترابط بين كل الآليات دي على أساس إنها تعمل وتساعد المواطنين بعيد عن زي ما بيقولوا المسائل اللي بيخلي إنه ما يقدروا يصلوا لحاجاتهم بشكل كويس، وبالتالي خاصة مسألة النازحين واللاجئين هم الناس اللي ما عندهم القدرة في إنه يمشوا كثير أو يتعبوا كثير أو ينتظروا كثير، فبالتالي لازم يكون في تنسيق بين الصندوق ومفوضية النازحين واللاجئين وبرضه مفوضية التنمية ولإعادة الإعمار، في برضه مفوضية الأرض والحواسير، في لجان تانية برضه زي لجنة الحقيقة والمصالحة والمحكمة الخاصة بجرائم دارفور وآليات العدالة الانتقالية. كل هذه الآليات هي بتعمل مع بعض، وبعد ما تحكم على الأشياء دي مرات بتخر مسألة التعويض. إذا كان آلية العدالة الانتقالية أخرت التعويض لأي فرد من الأفراد، يشيل الورق بتاعه من الآلية دي أو المحكمة الخاصة بجرائم دارفور أو لجنة الحقيقة والمصالحة، طالما أقروا له تعويض ياخذ المستندات حقه ويذهب مباشرة إلى مفوضية التعويضات أو يمشي إلى صندوق التعويض، وبالتالي يمكن أن يصرف له ما تم تصديق له أو حكم له بالتعويض، وبالتالي هذه الأمور بخلي إنه المسألة تمشي بطريقة كويسة. برضو هنا حفاظا على حقوق المواطنين في مسألة التعويضات من هذه الأموال، بنعمل برضو على المراجعة القانونية المنتظمة لضمان الاستخدام الأمثل لتوزيع الأموال اللي بيخصصوها لتعويض الضحايا، وضمان إنه كل الأموال دي فعليا وصلت إلى أصحابها، وبالتساوي برضو بين الجنسين وفي العمر وكل الحاجات دي عشان ما يكون في إشكاليات واختلالات في مسألة التعويض لدى المواطنين. المفوضية برضو بتعمل تدابير عشان يكون في مسألة بتاعت النزاهة والشفافية، والناس يكونوا عارفين إن والله فعلا الأموال دي قاعدة تمشي لأصحابها بشكل مجزي. وبالتالي إحنا شايفين إنه مسألة التعويضات الفردية والجماعية هي برضو ما مفصولة بشكل كبير، خاصة لما تجي للمسألة الإجرائية فتلقى إنه في تداخل مرات بين التعويض الفردي والتعويض الجماعي، وبرضه في مشروعات كثيرة جدا بتعمل على تسهيل صعاب بتاعة الحياة وتوفير سبل كسب العيش برضه للمجتمع دي، ودي برضه تدخل في مسألة التعويضات الجماعية على أساس إنه نقدر نبني مجتمع يتجاوز المرارات بتاعة الحرب ويتجاوز الأضرار التي لحقت بها خلال سنين الحرب، ويبقى عنده القدرة على الإنتاج والقدرة على الاستقرار ومواصلة الحياة بشكل كريم ومعافى. شكرا لك الأستاذ الصادق محمد مختار، عضو وفد التفاوض عن أصحاب المصلحة في مسار دارفور. مستمعي راديو دبنجا، فاصل ونواصل في برامجنا. صدق الوعد يا مسكونة بحلم الغد، يا مفتونة بصدق الوعد يا مسكونة بحلم الغد، أنا خيرتك بين الشهد بين اللبن الفطرة، أنت اخترتي سواد البن طعم القهوة المكرة، أنا خيرتك بين الشهد
بين اللبن الفطرة. انت اخترتي سواد البن طعم القهوة البكرة. انا خيرتي خيرتي وانت اخترتي انا خيرتي انا وانا خيرتي خيرتي قدرت الرجع الواجعة بين الليل وأحلام بكرة. هلا قدرت الرجع الواجعة بين الليل وأحلام بكرة. كيف ختم لي الحدة الواسعة بين الواقع وبين الفكرة. كيف ختم لي الحدة الواسعة بين الواقع وبين الفكرة. وين حتلقي الموية النادعة قبل نصطاد في الموية العكرة. وين حتلقي الموية النادعة قبل نصطاد في الموية العكرة. أنا بديكي ما وانا عالصادعة بديكي ما وانا عالصادعة وانت تديني الموت السترة. نفسي وشريكي دفنك بيني مواريكي وصلك مني أتاريكي. لو تعرف يوم شهدتك روحي بتدخل في نفسي. مريتك خلصة وغازلتك سمعتك ما سامع أمسي. غيبت أحساسك في حسي كطبت عيوني وصدقتك وناديتك. يا مطمنة في قلب الخوف بتونس روحي وبتحكي بترجع لعيون الشوف. بتسوي مداي من وحدي بترجع لعيون الشوف. بتسوي مداي من وحدي مشتاق لك جدا وملهوف. واقف في دربك مترجي مترجي مترجي. وانا خيرتي خيرتي مستمعي راديو دبنجا. ونلتقي أيضا بضيفتنا في الحلقة الناشطة ليلى عبد الله لتحدثنا عن العدالة الانتقالية وأهميتها لدهايا دارفور. أهلا وسهلا بك الأستاذة ليلى عبد الله في راديو دبنجا. أهلا وسهلا. شكرا لراديو دبنجا على إتاحة الفرصة. الأيام دي في البلاد تعيش السلام. نسعد كثيرا بالحديث عن العدالة الانتقالية وهي مهمة جدا. هي حزمة من الترتيبات بتشمل عدة جوانب. فيها شق قانوني وشق اجتماعي وفيها جانب نفسي وجانب مادي. العدالة الانتقالية كل الترتيبات دي يقصد بها امتصاص الغضب الموجود عند الضحايا من الضررين من آثار الحرب من الانتهاكات. الناس تقدر ترجع تعيش حياتها طبيعية بعد الحرب وبعد السلام. ولكن عشان ده يحصل في مراحل يتم معالجة الأمر لها. في الناحية القانونية بينطوي على المحكمات العادلة للمتورطين في الانتهاكات بتاع الثغرة. عندنا انتهاكات على نطاق واسع. عندنا تدمير كامل للحياة من ناحية اقتصادية من ناحية اجتماعية من ناحية بنية من واحد كثيرة يعني. فالشق القانوني قلنا بينطوي على محاكمات عادلة للمتورطين في الجرائم
عن الحقبة، جرائم التفكير العرقي والإبادة الجماعية. هذه انتهاكات المفروض إنه يعني تعالج بطرق قانونية، وفي طرق أخرى هي يشارك فيها حتى الضحايا والمجتمع المدني. بالنسبة للمحاكمات، الدستور بالذات هو ما ينفع إنه المحاكم إنها تنشئ محاكم داخلية دولية. ففي الحالة في السودان صعب جدا في الوقت الراهن تنفيذ الشيء، لأنه أصلا يعني يمكن في مجموعة من المجرمين حتى ما زالوا على من الناس اللي ارتكبوا الجرائم هم ما زالوا على سدة الحكم يعني. بعدين كان الشهود مثلا ممكن يجيبوا ناس شهود يعني يكونوا هم ملوهم أملي عليهم بعض الأحاديث إنه يقولوا، أو بعض الاعترافات إنه يقولوا، أو بعض الدلائل ممكن يجيبوا دلائل مزيفة. المحكمة الجماعية هي الأنسب بالنسبة لحالة السودان. برضو في الناحية بتاعت جبر القضاء المحكي، اللي هو لازم يكون في ممكن نقول إنشاء مراكز العلاج النفسي وإعادة التأهيل للضحايا، وده برضه بيشاركوا فيه المجتمع المدني بكل شيء يعني، بكل مراكزه، بكل أقسامه، الإدارات الأهلية، الضحايا ذات، والمنظمات، منظمات المجتمع المدني. في معالجة الآثار النفسية وإعادة دمج الضحايا بعد التأهيل، يرجعوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. في جبل الطلال برضو عندنا مثلا في بعض الناس سددوا من ثلاثات، بنتكلم عن الكرة النموذجية أو أي حاجة يتوافقوا عليها هي تكون قريبة من يعني الناس يكونوا عندهم سكن مناسب يكون بديل للنزوح، هم الناس نزحوا وطلعوا ومشوا برا يعني، هم في المعسكرات فلازم هم يرجعوا، لكن عشان يرجعوا طبعا في شروط، في التدخلات الأمنية دي لازم في البداية تحصل. في النهاية العدالة الانتقالية تنفيذها على وجه الأرض هو بيتطلب مراحل، بيتطلب دراسة عامة للوضع إذا فيها الانتهاكات في دارفور. نحن لازم ندرس نشوف الضرر الأكبر كان شنو، الحوض الماسي هسي للناس شنو. فمثلا البدء بالترتيبات الأمنية في الجوانب القانونية ممكن يبدو بها من الآن. المحاكمات هي قد تطول مدتها، يعني مثلا ممكن الناس تتحاكم بعد سنين طويلة، ممكن تستمر لسنين طويلة، لكن في إجراءات في الفترة دي لازم تتم، اللي هي الإجراءات بتاعة الإصلاح المؤسسات. في إجراءات تانية لجبر الضرر والتعويض سد الفجوة، مثلا زي ما ذكرت قبل إنه الناس مثلا الوظائف، التعليم، في فراغ التربوي كبير، في ناس كثير فاتوا من التعليم، فالحتة دي ممكن تتعوض بين يكون في تمييز إيجابي بين ناس دارفور زي ما جت في اتفاقية جبهة. فدي حاجة ضرورية في العدالة الانتقالية عشان تقدر تسد الفجوة اللي حصلت. فهم كانوا متظلمين، وفي جزء كبير من الناس يمكن تركوا التعليم، وفي جزء يمكن هم ما قدروا أصلا، أطفال توارث ما قدروا حتى يتعلموا، يمكن نتج من كده كمية من الناس الأمنين. فدي في حاجة لازم تتعوض، لازم يحصل لها تمييز إيجابي في الجانب ده، وده حق يعني. في جهات كثيرة قامت في سجل كثير على الموضوع ده، ما جاش الاتفاقية من جوانب التمييز الإيجابي بالتحديد. في جهات هاجمت تكلمت في هاي القواقف، عملية بتاعت إنه ليه يدوهم 40% مثلا من الثروة العامة بتاعت البلد، أو من الثروة بتاعت الغليف. فدي ده حق في النهاية يعني. العدالة الانتقالية يعني لازم الحاجة دي تحصل. مثلا الوظائف لازم الناس دي يعوضوا، لأنه في فجوة حصلت، الناس دي كانوا محرومين تماما من كل الوظائف، كان في تهميش، كان في يعني حصل فقر بمستوى واسع جدا، الناس فقدت ممتلكات، الناس فقدت يعني أرواح كثيرة فقدت، ناس يترملوا، ناس يكتموا. مثلا المرأة، النساء حصل لهم كثير من الانتهاكات.
الجانب الاغتصابات ضرر نفسي وضرر جسدي وضرر مالي، فلازم يعني مثلا الجانب ده يتعوض بتمكين المرأة، لازم يكون في سياسات المرأة. الحاجات دي كلها بتتطحن بحسب يعني بتتخطى حسب الحالة، يعني لازم الناس تقعد تدرس السياقات دي كلها تشوف يعني احنا نبدأ بشنو والأهم شنو والأول شنو. في حاجات ممكن تتأخر، في حاجات ممكن تتغير. السلام وتطبيق العدالة الانتقالية هو بينعكس إيجابا على البلد كله. شكرا لك، شكرا لك أستاذة ليلى عبد الله. شكرا جزيلا راديو درنجة.